بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمه يا فارس الحجاز ادركني يا بقية الله ادركني يا با صالح المهدي ادركني ولا تهلكني يا ايها العزيز يا عزيز الزهراء يا ايها العزيز يا عزيز الزينب مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجا فأوف لنا الكي وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين يا أبانا يا صاحب الزمان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنا كنا غافلين أرجى يا عالمي زمزمكن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي
محمد المبعوث وابني بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي قريب السي شعب حديث شريف كسا خندين يا زهرا نظر عنايتي بفرمايید خاتون دسرا حوائجتون رو در نظر بگیرید مردم شب آخر کنار سفره با برکت ام البنین حوائج بانیان محترم سفره هر که هر گوشه دنیا حاجتی دارد در نظر بگیرد اهم حوائج فرج منتقمشون مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجه و روحی له الفدا زمزمه کنید هر جا هستید عن فاطمه الزهراء علیه السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جده رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال له وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة
قلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكسام. فدنا الحسين نحو الكسام وقال السلام عليك يا جدنا يا رسول الله. اتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسام. اتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكسام. قال لهم وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكسام. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكسام. فأقبل علي نحو الكسام وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكسام؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكسام. يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب الوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكسام. ثم أتيت نحو الكسام وقلت السلام عليك يا بتام يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسام؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكسام. فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام، أخذ بي رسول الله بطرفي الكسام وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عادهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقتم سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أرجاس زمزمكم، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، ورد خان جد أمير عوالم علي يدم البنين يقوش نشساس، زانوی غم در آغوش گرفت، نگاه کرد چی شد فاطمه کلابیه، چرا زانوی غم بغل گرفتی؟ گفت: آقا، کنیزتون یه درخواست از شما داره، فرمود به طلب هرچه میخوای. گفت: آقا، میشه دیگه منو به نام فاطمه صدا نزد؟ فرمود: فاطمه زیباترین نام جهان است، چرایی طلب رو داری؟ عرض داشت: این خانه یه فاطمه داشته است، وقتی شما منو به نام فاطمه صدا میزنید، بچه های صدیقه طاهر آثار غم و اندوه در چهره شون نمایان می شود، یاد مصائب مادر می افته. گریه کرد امیر المومنین، فرمود: از این بعد به تو ملبنین میگم. گفت: آقا، ملبنین یعنی مادر پسران، من که پسر ندارم. فرمود: خدا به تو پسرانی میدهد، کربلا یاری حسینم کنن، خدا به نام فاطمه حوائج آجت مندان الان از سایر و بفرما. هم فاطمه تو ابوها و بعلها و بنوها. فقال جبرائيل: يا رب، تذلي أن أهبط إلى الأرض
لأكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبني ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقال أذن لي أن أدخل معكم تحت الكسام. قال لهم هو عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيها مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صحبة سجار بصوت أم البنين كشاف.
صحبت سگر به ساحت آمال بنین کشم، بر شعر پرده غیرت روح الامین کشم. زیل مقام توست بلندای آسمان، ام البنین زیل مقام توست بلندای آسمان، حاشا که دامن تو به روی زمین کشه. بشیر ابشر ابن حزلم تو منبر رسول خدا، گرم خبر دادم یا با عبدالله نظری کن. یا اهل یثرب لا مقام لکم، به همه جمع شدن. یه وقت نگاه کرد جمعیت داره باز میشه، راه باز میکنن. دامن کشانو میخوام بگم وقارو ببینی. وقتی جلو آمد هیبت ام البنین همه جمع گرفت، صدا زد یا بشیر اخبرنی عن ولدی الحسین. بشیر از حسینم بگو خاموش نیست شب، چو ببیند ز شمسوز مروان به بانگ شیون تافرین کشد. تدبیر جنگ نیز بود در ستارگان، طفل تو اسب فاجعه را زیر زین کشد. آهوز احترام به صحرا نمی رود، گر چادر تو پای به اقصای چین کشد. ما را ز خشمهای ما را ز چشمهای ابل فز کن نگاه، خاشاک منت از نظر زر بین کشد. بر عزتت همه این شعر خوندم برای بیتش، بر عزتت بس از علی خواستگار تو، بر عزتت بس از علی خواستگار تو، شاهی که آسین ز زمان و زمین کشد. از آسین تو حسد الله گرفته است، هاشا یا با عبدالله، هاشا کشم گوشه آن آستین کشد. بذار بگم شامل شهادت مادرشون و ملبنین، اشگال نداره از اون حرفا که مال تاسو هست. تا شمر اومد پشت خیمه آب، صدا زده این بنو اختنا، تمامشون سرها رو پایین انداختن. یا با عبدالله شرمنده ایم آقا، سید و شهدا رخصت داد جواب بدن. عباس عجب هو لو کان فاسقا، معنی خوش باش که آگاه نیستی، زان معجری که دست سنان لعین کشد. آن زن که ریخت است به معنی کلام ناب، از شک بعید نیست که بارم
یقین کشد هر سال همیشه این روز خوانده شده است. نظر عنایت صدیقه طاهره بر این روز است. منم ختم این چند شب قریب 30 شب حدیث شریف کسا و روزه مادر. بگذارید با همین روز خست کنم صدا زد بشیر اخبرنی عن ولدی الحسین. صدا زد خاتون عظم الله لك الاج قتل العون بکربلا. مادر خدا اجرت بده پسرت اون و کربلا کشتن. صدا زد بشیر اخبرنی عن الحسین از حسینم بگو. صدا زد عظم الله لك الاج قتل جعفر بکربلا. مادر جعفر تو کربلا کشتن یکی یکی پسراشو نام برد. صدا زد یا بشیر اخبرنی عن ولدی الحسین. گفتم با خودم الان نام عباسشو میبرم دست برمیدارم. گفتم خاتون عظم الله لك الاج قتل العباس بکربلا. دیدم زانواش خم شد رو زمین نشست حسب بعضی اقوال. فضل ابن عباس از روی شانش به زمین خورد دوباره برخاست رو کرد به مردم. مردم که از شما شنید من سراغ فرزندان خودم رو بگیرم. یا بشیر لقد قطعت نهات قلبی اخبرنی عن الحسین. بشیر رگ قلبم پاره شد از حسینم بگو. صدا زد الجسم منو به کربلا مبرج مم البنین. اگه از حسینت میپرسی بدنش عریان و برهنه روی زمین کربلا و رأس منو علی القنات یداری. ام البنین سر حسین 40 منزل بالای نی باب المهموم حتى قضى باب العطشان حتى مضى إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من بنيه. عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير عواني وأنصاري وأتباعي وشيعتي. خدایا قلب مقدس امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بگردان. بقیه غیبتش رو به ناله های ام البنین بر ما ببخش. بار الهی قلیل توسل از همگان به شایستگی قبول بفرم. از بانیان سفره امشب به احسن وجه قبول بفرم. مریض و مریضدار زیاد از سفارش شدم. الان از سائل با صافیت بپوشون راه زیارت ابی عبدالله و برادر با جان برابرش عمر بنی هاشم بر مشتاقان باز بگردان. الهی توفیق خدمت و نوکری ما رو روز افزون کن. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضام ابل حسن الرضا قبولی طاعات بلند صلوات. زمین کربلا تادی شکسته جوانان یک به یک بردی ز دست.
زمین کرم بلان فصل بهار است، زفون نو جوانان لاله زار است، زمین کرم بلان باهی لبازی عجب کردی و تو مهمون نوازی، زمین کربلا باهل بازی عجب